فاطمه اليوسف. فاطمه اليوسف طبعا ليها دور مهم للغايه في المهنه من وجهه نظري، بس الناس احيانا بتخلط ما بين الكتاب وبين الصناع المهنه. هي ست ما كانتش كاتبه عظيم، لكن هي صانعه صحافه عظيمه، واخونا محمد توفيق كتب كويس عنها في الكتاب بتاعه من جزئين، الملك والكتابه، عمل ابرز جهدها، وهي كانت ليها فعلا دور لا ينكر في ده، لكن مش هحطها في نفس المقياس مع هيكل او مصطفى امين. النقطه الثانيه اللي عدد كبير جدا مننا بيقع فيها، الخلط ما بين الراجل الصحفي الكاتب وبين راينا فيه. هيكل صحفي قدير، صحفي عظيم، مصطفى امين نفس الوضع. انت رايك السياسي فيه ده موضوع ثاني. حقك ان انت ترى هيكل او مصطفى امين، حق في ناس رايها ان مصطفى امين جاسوس امريكي من الوثائق والمستندات. هم ناس رايه هو راي هيكل ده. راي ناس ثاني بايرس كوبلاند ده المعامل الامريكاني، بس ما قالش ده، ما جابش دليل. فاحنا بنخلط خلط كبير جدا بين مواقفنا السياسيه، وده حق طبيعي لكل واحد. زي ما الاستاذ رائد بيتكلم على الملك حسين، طبعا الملك حسين في وثيقه رسميه بتقول انه كان عميلا امريكيا يتلقى مليون دولار، وكان بلغ هو الذي بلغ جولدا مير، جولدا مير في ميعاد الحرب. يبقى انا اصدق هيكل ولا اصدق العميل ده؟ دي اراء سياسيه، لو دخلنا في الجدل ده مش هنخلص، لانه ده موضوع قابل للجدل حسب موقفك، بلدك، ظروفك، اهوائك. فاحنا كصحفيين بالنسبه لنا هيكل قيمه صحفيه عظيمه. هل هيكل قابل للنقاش والجدل؟ محمد البدر قطع فيه زي ما قال، بس مش بشكر فيه، عارف قيمته. هي دي الفكره، ان احنا لا نهدم شيء، ان هو ده اهل اللي الكلام بدات فيه. مفيش اهل وزمالك في المسافه، في حاجات قابله انك انت لو انت داخل جاي تقول ان هو ما بيفهمش حاجه، خلاص ده رايك، بس راي محدش يهتم، حد جد هيهتم بيه.